بص في عينينا نقدر على الدنيا ولا تقدر علينا روحنا في ايدينا ناسنا وترابنا وارضنا بتتحامى فينا على قلب واحد بركان تقرب ينفجر والجمر قايم الحق واحد ما تجيبش نار جنب البارود وانصح مارد الارض عرض الناس ما يكفيناش فيها ورا كل باب حراس واقفين بنفديها الغدر كيدو جبان عمره ما يتآمن حلفين تعيش بأمان ما يعيش لهاش خاين خطوتنا عالأرض دبت دكت حصون الشر وإن عادت نعود قلوبنا عالعزم شبت بين الحديد والنار بنتولد ونموت دم الشهيد خطوتنا على الأرض
يا زكريا، اخبارنا ايه؟ انا جاي اعرض على سيادتك نتيجه التحقيق. وصلتوا لايه؟ زي ما توقعت، تبع خليه مدينه نصر. هيحاولوا يفجروا اماكن حيويه في مصر الجديده ومدينه نصر عشان يخوفوا الناس تنزل. وانتوا ساكتين ليه؟ حددتوا اماكنهم؟ في اسماء حددنا اماكنهم يا فندم وتحت المتابعه، وفي واحد بندور عليه يا فندم. معاليك، عارف انه صعب جدا نقبض على اي حد منهم دلوقتي، وفي نفس الوقت مش هينفع نسكت. زكريا، المسافة بين الاتحادية ورابعة شارع واحد، لو حصل حاجة مش هنعرف نلمها، واحنا مش هنسمح بأي حاجة تحصل النهاردة، مفهوم؟ معليك، شايف ايه اللي هيحصل النهاردة؟ انا شايف اللي الناس عاوزاه هيحصل مهما يكون. روح انت دلوقتي واديني خبر كده باللي هتوصل له اول باول. اوامر معليك، عن اذن سيادتك فندم. طب. يوسف، انت متأكد العربية تشتغل بعد اللي انت بتعمله ده؟ يمكن. ما تقلقش. ما قلقش ازاي واحنا في الطل كده؟ اصلا انا عارف المكان هنا كويس، اتضرب عليا نار هنا قبل كده. فاكرني بهزر صح؟ اكيد بتهزر طبعا. طب والله العظيم بتكلم جد. فاكر الطلعه اللي قلتلك عليها اللي هي دي؟ كانت هنا؟ كانت هنا. كان معايا واحد صاحبي ظابط الله يرحمه. كان بشنب زيك كده. وطبعا العربيه قتلت بيكوا في نفس النقطة. لا مش للدرجه دي. اتضرب عليا نار والنار هي اللي وقفت. كانوا لابسين ميري كلهم. وانت ما كنتش لابس زيهم ليه؟ والله انا كنت لابس تيشيرت عادي. بس انت عارف بقى، الطلقه عارفه صاحبها كويس. تصدق وتؤمن بالله؟ لا لا الا الله. التيشيرت ده عندي لحد دلوقتي في البيت بدمه. بكره لما تتجوز اول حاجه مراتك هتعملها هترميه من الشباك. اسال مجرب. تعرف عني كده؟ العفو. دور كده. على بركه الله. طب يلا بقى عشان ما تاخدش طلعه الناحيه الثانيه. يلا بسرعه يا يوسف، عايزين نلحق نرفع المكان بالنهار. العيال دي نجيبها بالليل. عمليات القطاع المغربيه على البوابه. تمام استقبال يا فندم. تمام استقبال. ارجع ورا يا ابني. ايه؟ نقطتك عامله نوش ولا ايه؟ لا، ما انا ما احبش اخش القطاع ده فاضيه. حصيل يا جو، حصيل. انت هتموت نفسك انت يا غالي. معقوله برضه اموت قبل ما اعرفك اللصيمه بتتعمل ازاي؟ لسه بقى لما دواك الشخليخه. ايه الشخليخه دي؟ الشخليخه. اه ايه يعني؟ بس دي حاجه لسه بألفها دلوقتي. ازاي ده يحصل؟ هو انت شغال في طابونه يوسف؟ انا كلمت سيادتك يا فندم. انت عارف كويس قوي احنا تعبنا قد ايه لحد ما وصلنا للعيال دي. العيال فجاه كانوا هيهربوا وما كانش قدامي حل غير اني امسك واحد عشان يدلنا على الباقي. طيب الكلام ده ما حصلش تاني. اللي تشوفه يا فندم. يلا عشان نتحرك مع اول ضوء ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. روح ارتاح شويه. عن اذنك. كان هيتعمل معاك الشخليفه. الشخليله. شعب مصر العظيم. ها؟ الراديو اشتغل ولا لسه؟ ان تصم اذانها او تغض بصرها عن حركه ونداء جماهير الشعب المصري، حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية، وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. أدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد ولحين انتخاب رئيسا جديد. عارف انك هتسمع لك كلمتين من اللواء رفعت؟ عارف. المهم ان محدش من الناس جرى له حاجه. تعرف ان هم هيقلبوها دلوقتي خناقه الدين؟ مش هيعرفوا، هم عارفين كويس ان عمرها ما كانت خناقه الدين. دكتور مرسي مشي. احنا مش هينفع نسكت يا حنفي. هنعمل ايه طيب؟ عموما اهدى يا خير، اهدى. احنا مش عايزين اي حد ياخد باله من حاجه. هي الليله ابتدت بدري ولا ايه؟ شكلها كده.
سواتر، كل واحد على الساتر بتاعه بسرعة، أسرع يا رجالة. اعمل الناحية التانية يا ابو جبل. انا مش شايف حاجة، مش شايف هنطر عمياني اللي هالي الناحية التانية. انا هتصرف ورايا ابو جبل. انا احمد منسي معاك، احنا في الطريق. احمد منسي احنا في الطريق. محتاجين دعم فورا، في رجالة ماتت والباقي في السيف. وجهها على مركز أطفيح دلوقتي هي وعربية العملية. ارجع ارجع. هاوي لحد الصبح ولا ايه؟ العربيات اللي قدامنا دي في ضرب تاني جاي من وراها. ضرب جاي من وسط البيوت. مش هينفع نرد بعيار تجيلي عشان الاهالي. بقول لك ايه؟ احنا هنلف من وراها. خالد هاني عاملين عند المدرعة الفهد. انت بتعمل ايه؟ صد انت المجموعة اللي في الوش وانا اتحرك بالفهد من ورا القطاع. تبدي تخلع يا يوسف؟ شكلك هتاخد الفهد وترجع على مصر. لا النهارده الجو حر، بفكر اطلع شرم. بلاش فتح صدر يا يوسف، غطيها ابو جمال. قطع رجاله. في موتوسيكل تأمين قاطع الطريق عند الساعة 2. مش عارف أنظر. أنظر فوق العين كلها ولا لا؟ لا تقلق. ماشي. أنا ضمعت. الله ينصركم.
بسرعه يا رجاله. هذا ولا ايه؟ شكلها كده. بس انا خدنا الاثنين ثلاثة معانا. نضيف التكفيرين. اديك انت اللي سبتني وخلعت. هقولها لعيالك ازاي دلوقتي؟ شفت مكتبك زي ما هو، مفيش حاجة اتغيرت فيه خالص. طبعا يا فندم، انا كنت خايف ارجع ملقيش المكتب، اصل زكريا كان طبعا في المكتب اصلا. في ناس عندنا في القطاع ما ينفعش حد ياخد مكانها مبروك، وبعدين انت من اهم ضباط القطاع واكتر واحد عارفهم كويس، وعارف كمان انهم بيخافوا من دماغك، عشان كده نقلوك اول ما مسكوا الحكم، واحنا ما كانش في ايدينا نرفض طلب نقلك. المهم، أخبار محضر التحريات إيه؟
شغال عليه يا فندم، اول ما اخلصه هسلمه للنيابة. انا عايزك تركز قوي وما تنساش اي تفصيلة حتى لو كانت صغيرة. قضية التخابر دي قضية مش عادية ولا سهلة، دي اهم قضية ممكن تشتغل عليها في حياتك. فاهم يا فندم فاهم، ده قضية اول رئيس يخون برده هو وجماعته. انا رصدت كل تحركاتهم من 2005 لغاية دلوقتي، وهتكون موجودة في محضر التحريات، وهشهد في المحكمة ان شاء الله. ربنا معاك يا بطل. اهم حاجة محدش يعرف بالموضوع ده نهائي. لو حابب تشتغل على المحضر بس انا ما عنديش مانع. لا لا يا فندم، انا وحشني الشغل في القضاء هنا. نورت بيتك يا مبروك. انا بقول لك الريس راجع راجع، لا محالة ان شاء الله، وكل واحد غلط هيدفع تمن غلطته كويس قوي. يسمعونا ما يسمعونا، مين اصلا هيسمعونا؟ ازيك يا باشمهندس؟ طب السلام عليكم دلوقتي. اطلع ورايا لما اقف تقف، وريت تخلي تليفونك في جيبك، مش عايز حد يقول انك عملت منه مكالمة. ازيك يا باشمهندس؟ ليك وحشة والله. انت فين يا راجل بقالك سنتين ما بتسألش عننا؟ ليش يا باشا؟ بقى مشاغل الدنيا. انا عارف انا عارف، الله يعينك. انا شايف فيلا وعربيات، مبروك. هو في حاجة يا باشا؟ انا قصدي يعني حضرتك ممكن تخش في الموضوع على طول. مفيش اي حاجة بيني وبينك يا حبيبي، انا جاي اطمن عليك وابارك لك، الا لو انت عاوز تقول لي حاجة. يا باشا انا ما بقتش الراجل بتاع زمان، وحتى لو وقتها كنت بساعدكم، فيعني الزمن بيتغير. ما تتعبش نفسك معايا يا باشا، شوف لك حد تاني غيري احسن. ومين قالك ان انا عايز المهندس بتاع زمان اللي عنده محل ومسؤول اسره في الاخوان؟ انا عايز الراجل اللي بقى قياده النهارده في الجماعه. ليه؟ عايز تنضم للجماعه ولا ايه؟ تحب اطلع لك كارنيه؟ كان على عيني، بس ما ينفعش، خلينا احنا وسط الناس. واللي في رابعة دول ايه؟ ما يتحسبوش ناس برضك؟ طبعا ناس، مش مصريين. بس يا ترى انهي ناس فيهم بقى؟ اللي انتوا بتصدروهم يموتوا مكانكم وانتوا واقفين ورا؟ ولا الناس اللي بتنزل بأوامر منك؟ اصلها تفرق يا باشمهندس. ان شاء الله هتتمنى انك تكون واحد مننا، ساعتها بقى هنفكر يا نوافق يا ما نوافقش. بقول لك ايه يا نجم؟ انت لسه بتسرق فلوس التبرعات بتاعت الاسر؟ يا اخي اللي انا مستغربه انك لسه بتسرقهم لحد النهارده، مع ان ربنا فتح عليك وبقيت مقتدر. ولا انت عملت فلوسك من السرقه؟ معلش يا باشا انا بجد اتاخرت ولازم امشي. احنا هنمشي، هتيجي معايا مكان انت عارفه وبتحبه كويس قوي، هنقعد مع بعض شويه ندردش، وصدقني ساعتها انت لا تتمنى ان احنا ما نمشكش. انت عارف كويس قوي انت بتعمل ايه في اخواتك، ما جاتش بقى الحتة اللي احنا عايزينها. نشف عرقك كده ومتبقاش خفيف، انت الراجل بتاعنا جوه الجماعة، وكل اللي احنا عايزينه منك انك ترجع تكمل شغل، مش طالبين حاجة جديدة يعني. اعتبر نفسك كنت واخد اجازة سنتين. شوف سعادتك اللي تؤمر بيه ايه وانا هنفذه على طول. السلاح اللي في رابعة، كميته انواعه اماكن تخزين، تعرف لي كل التفاصيل دي وانت عارف هتوصل لي ازاي. حاضر يا باشا حاضر، بس بالله عليك يا باشا، بالله عليك، الورق ده لو وصل لحد عيب عيب يا باشمهندس. اقلي عليه بطاطس، اعمله قراطيس. انا بتكلم على اصل الورق يا باشا، في الحفظ والصون جنب الورق القديم. انت حبيبنا يا باشمهندس، خلي بالك من نفسك.
انت قاعد في بيتكو؟ مالكش دعوه انت يا جوده، ما تدخلش نفسك. لا ما انت مش هتمشينا على مزاجك. لما قلت لك يا اخي الموضوع ده بيعصب برضه. مش صلوا على النبي يا جدعان، في ايه؟ عليه افضل الصلاه والسلام. يا جوده في ايه؟ صوتك جايب لحد اخر المعسكر ليه؟ يا باشا مسح الريسيفر. مسح الريسيفر؟ مسح الريسيفر ليه يا حلفي؟ يا باشا كل ما ندخل عليهم الاقيهم مشغلين ماتشات واغاني، وانا حضرتهم قبل كده كذا مره من الموضوع ده، عملوا نفسهم مش سامعين. تقوم مسح لهم الريسيفر؟ امال لو كان قالوا لا كنت عملت ايه؟ كسرت التلفزيون ده خالص. كسرت ايه يا ابني وانت غايب ومن بيتكو؟ لا بس انا ما بيعجبنيش اللي بيتقدم عليه، وعشان كده اخترعوا له الريموت. خلاص خلاص بس يا جماعه، دي طريقه برضو نقابل بيها الباشا. اتفضل اتفضل معايا يوسف باشا اتفضل. بس انت ما قلتليش يا باشا انت منقول منين؟ الاجتماع ده مهم جدا، احنا هنفض كمان ساعتين ان شاء الله، هنفض فض سلمي، مفيش اي استخدام للقوه، في معلومات بتؤكد ان في عناصر مسلحه جوه الاعتصام، وحجم السلاح مجهول، بس اي حاجه متوقعه. الفض سلمي بس لو في طلقه اتضربت يترد عليها. نراجع مع بعض تعليمات الفضل. اولا توفير الممرات الامنه اللي انتوا درستوا اماكنها كويس، وتنادوا بالمكبرات الصوتيه لو في ناس ما تجاوبتش، هنستخدم عربيات الدفع المائي وبعدها قنابل الغاز. ممكن نشارك فيها؟ هنعمل ايه في اخواتنا اللي بتضربوا جوه يا باشا؟ نفذ الامر يا عسكري. يلا تمام يا فندم. يلا يا ابني اتحرك. الرصاص الالي الحي يوجه لصدور المصريين العزل من بلغ عدد الشهداء الان.
اطلع اطلع. انت بتعمل ايه؟ الخناقه دي مش خناقتنا يا عم، الخناقه دي مش خناقتنا. انا مستعد اموت عشان مصر، بس لما يبقى في عدو. لكن احنا بنحارب بعض، احنا بنحارب بعض. عبد الله في تعامل شديد عند عمارة المنايفة، هاخد مجموعة واطلع على هناك، خد مكاني. كل ما دوائر الدم كترت كل ما بقى في طار في كل بيت في مصر، ومش هيتهنوا على الكرسي. ان شاء الله نمشي يا دكتور. كلهم مشوا؟ مش فاضل غير الدكتور صفت والدكتور البلتاجي. ما تقلقش عليهم، هم هيعرفوا يمشوا ازاي. يلا بينا. يلا دكتور. الشرب على الضرب، وجه برج الشرب على الضرب. اثبت انا انت وهو. اثبت. ابعد عن النبيف. اثبت يالا. نام على الارض. على الارض. اسعاف عند عمارة المنايف. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وثبتنا يا رب، ثبتنا فوق الأرض وتحت الأرض، ثبتنا في يومنا وليلنا. أنت الذي بين إصبعين من أصابعك قلوبنا، فوجهنا يا الله إلى الخير. وجهنا يا الله. آمين آمين آمين. وزير الداخلية بيتحدث على إن ربعة كلها يعني السلاح اللي فيها طلع تسع يعني آلي وطبانجا وخمس فرد خرطوش،
وفي حين حضرتك بتتحدث عن ان وجود سلاح يكفي انه يصد الجيش والشرطه كلها، يعني هل كل السلاح ده طلع لم يتبقى الا الحاجات البسيطه ديت؟ والله وحشتني معاك الماموريات. اظن في ماموريه كبيره هنزلها سوا قريب يا يوسف. ماموريه ايه دي؟ رجاله احنا مش بس جالنا اخباريه عن اخواتنا اللي استشهدوا في كرداسة، لا احنا شفناهم بعينينا، ربنا يرحمهم ويجمعنا معاهم على خير. طبعا الموضوع مش سهل، العناصر مسيطرين وبيتعاملوا معاها كانها ولايه كرداسة، مأمنين المداخل والمخارج كويس، وحسب معلوماتنا ان في سلاح كتير جوه. السكان خايفه بس هم مش خايفين، عشان بيقولوا ان احنا خدنا عبره من اللي عملوه زمايلنا، ما يعرفوش ان حق زمايلنا دول هيرجع من كل واحد فيهم النهارده حتى لو كلنا خلصنا واحنا بنعمل كده. توكلنا على الله. سيادة اللواء كده بيقرب منهم والعيال دي معاها سلاح. نبيل باشا ما تخلي سيادتك في المدرع يا فندم، احنا اولادك وهنخلص برضه. ده اليوم اللي انا مستنيه، حق جبر وعامر وهدان. ايه يا زكريا فاكرني كبرت ولا ايه؟ ده العفو يا فندم. يلا ربنا معاكم، كلها ساعات ونخلص من الهم ده ونرتاح ان شاء الله. توكلوا على الله، هنعلن ولايه كرداسة اول ولايه اسلاميه في مصر. الله اكبر الله اكبر. خذ الباب. اخلص اخلص.
بيموت. هتجيبوا جماعة العيال عشان تديله حتى عشان بتقف جنبه. بتقف جنبه. الشريك واللي بقى رجالة اسرع اسد اسرع عادي محدش يلمسك محدش يلمسك العربية وحيدة انتهت التحريات باستمرار العناصر القيادية بجماعة الإخوان بالاتفاق والاستعانة بالعناصر والتنظيمات التكفيرية بالبلاد وخارجها في تنفيذ مخططاتها بانتهاج العنف وإثارة الفوضى بالبلاد وإرهاب الشعب المصري ومحاولات إحداث فوضى وحرب أهلية داخل البلاد ومحاولة الجماعة تقسيم مصر إلى فصيلين إسلامي وليبرالي بعد فشل مخططاتهم التي كانت تسعى إلى تقسيم مصر على أساس طائفي مسلم ومسيحي مهما تكلف ذلك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا 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 سيادة اللواء. ده إيه نور ده معليك. أهلا أهلا يا محمد. أهلا بيه. مش سعادتك تقول إنك جاي؟ كنا فرشنا الأرض ورد. معلش في مأمورية بس سريعة كده ومهمة مع الزملاء في الأمن الوطني وعايزك تبقى معاهم. أوامر يا باشا. حاضر أوامر. بس ينفع أسيب الوحدة النهاردة كده؟ ده الدنيا زحمة عندنا قوي. ما تقلقش في ضابط تاني جاي هيخلص حاجة الناس. مأمورية بسيطة يا بيه وهنرجع على طول. اهلا يا باشا. اهلا يا باشا. اهلا اهلا. طيب حاضر. ادوني بالظبط 5 دقايق هروح اغير هدومي وارجع لكم حالا. مفيش وقت. مش هينفع. اتفضل. يلا اتفضل يا محمد بيه. اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل اتفضل
اتفضل يا باشا. ايه يا باشا اللي بيحصل بالظبط؟ احنا رايحين على فين؟ نورني برضو. معانا اذن من نيابه امن الدوله بالقبض عليك، وانت عارف ليه. واللبس اللي انت مش تلبسه تاني، احنا جايبين لك غيره. كانش فيه غير نسختين يا فندم، وجبنا النسختين، وان شاء الله بكره بقيه الاسماء المشتركه في القضيه هنجيبها. الحمد لله ان احنا وصلنا لها في الوقت المناسب. انا عايزك تعمل محضر ضبط ما يخرش الميه. الموضوع ده ما يستحملش اي غلط، ده موضوع تخابر كبير. يلا روح انت يا زكريا، كل سنه وانت طيب. مش عيد ميلاد ريم النهارده؟ انت طيب يا فندم. كان نفسي ابقى معاكم. والله سيادتك انا اللي نفسي كنت اكون معاهم. طب اتفضل. بعد اذنك فندم. البيت فيه سيدة وتسع اطفال وعدد غير معلوم من الابواب، مجموعات الاقتحام ومجموعة الكفر تتحرك. تمام، وصول مجموعة الكفر وفي انتظار التعليمات. تمام الجميع، تعدوا العد التنازلي. دي سنة الحياة زكريا، دي طبيعة شغلنا، محدش بيفضل في مكانه، كل حاجة بتتغير. اللي بيفضل يا زكريا يا العشرة الطيبة ومعرفة الرجال. في رحلتنا مع بعض كنتوا نعم الرجال، وأثبتوا أنكم قد المسؤولية، وعمركم ما خذلتوني، وأنا متأكد إن هفضل مرفوع الراس حتى لو أنا غايب. رفعت بيه سيادتك هتفضل موجود دايما. حضرتك ما كنتش مجرد قائد لينا، لا كنت أب وأخ كبير لينا دايما. توجيهات سيادتك ونصايحك عمرنا ما هننساها. المهم أسمع عنكم أخبار كويسة. أنا سايب ورايا رجالة، رجالة عينها ما بتغفلش. هتوحشنا رفعت بيه، بس اوعى تفكر ان سيادتك يعني انك هتخلص مننا، احنا كل يوم عندك في البيت يا فندم. تنوروني يا زكريا، انتم ولادي، ولادي اللي ربنا ما رزقنيش بيهم. اشوف وشكم بخير، ربنا معاكم. هتوحشنا يا فندم. يا حبيبي خلي بالك من نفسك سيادة، متخافش عليا. اتفضل اتفضل يا زكريا، اتفضل اتفضل.
هذا العمل لمن يقولون إننا نقتل من يصلي لنفس القبلة، فوالله الذي لا إله إلا هو إن الخلل في عقيدتكم، وإنكم أنتم واليهود في خندق واحد، بل إنكم لأشد أعداء الإسلام. فأي مسلم هذا من يقوم بتسليم إخوته للطواغيت؟ فإننا بإذن الله لنحن الباقون، إننا بإذن الله لنحن المنصورون. اركع 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 لغير الله. هنصور فين؟ اسمي خيرت سامي عبد المجيد السوري، والآن وقت دفع الثمن. لذا فوالله الذي لا إله غيره، وليكن وعدي لكم أمام الله عز وجل، لنقطعن لحومكم ولنشوين جلودكم، فوالله لنثأرن، والله لنثأرن، ولترون أفعالنا. شاهلوا يا إخوة، لما المعسكر يقع لازم نصور لحظة رفع العلم، حتى لو ده حصل لدقيقة واحدة. الدقيقة دي لازم تتصور. أكيد بإذن الله. بس هي فين المجموعات التانية؟ وصلت أهي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، أنا أخوك أبو علي المهاجر. أهلا بك يا أبو علي، أخوكم أبو سعد الجنوبي. أكيد أنت الأخ أبو عمر. أهلا بك. سمعت كثير عن غزواتكم، وحق لا إله إلا الله إني أشم رائحة النصر. شرف عظيم إن جاهر بجوار رجال أمثالكم. الشرف لينا إحنا يا أبو سعد، شركاء في الجهاد والثواب بإذن الله. توكلنا على الله. توكلنا على الله. عربية التمويل في مكانها، مجموعة الغرط اتقدم. العربية دي مش لوحدها هنس. اثبت مكانك، اثبت مكانك. يلا يا اخوة. حرس السلاح، حرس السلاح، حرس السلاح، حرس السلاح. عرفكم نقيب اسلام مشهور علي يونس وعمر القاضي، هيتخرجوا السنه دي. الف الف مبروك يا رجاله. يلا بقى شدوا حيلكم وتعالوا هنا. عايزين يخدموا في سينا يا سيدي، بس هيروحوا مني فين؟ يا بصراحه رجاله الخدمه في سينا ما فيش زيها، خصوصا بعد استشهاد منسى الله يرحمه وزمايلنا هناك. كل الناس بقت عايزه تروح تخدم في سينا لانهم عايزين يجيبوا حقهم. حقهم في سينا بس؟ هنا كمان نقدر نجيب حقهم. ثانيه واحده، والله يا باشا لو عايز اروح سينا فعشان اخلص من سوسه يا باشا، كل شويه يقعد يكلمني ويلا ننزل ويلا نرجع. قطع احنا ما فيهوش شغل ولا ايه؟ ده انا. طب انا مش هرد عليك، رد انت علي. ايه يا قاضي، ايه يا قاضي، خلي بالك من كلامك يا قاضي. يا باشا ده ليه عندي شويه فويس نوتس لو سمعتهم هيتجازى فيها. واضح ان اصحابك بيحبوك يا باشا. ما تسلكوا اسلكوا بقى، خلاص خلاص يا اسلام بي. انا هطلع على سينا استشهد هناك عشان عيلتي ترتاح مني. باشا الشهاده بتدور على اصحابها، ما تقلقش، لو مكتوب لنا هتيجي لحد عندنا. يا عم بعد الشر عليك، ده انت هتاخد عزانا واحد واحد. يا علي انت هتصدقه، الشهاده دي بتختار ناسها، هي هتجيلك انت. طب ايه رايك بقى؟ لا استناني بقى، هي لو تختار ناسها مش تختارك انت يا قاضي. لو هو ليه فيوسات فانت ليك فيديوهات وانت عارف. طب ماشي قدام الباشا. لا مؤاخذه يا باشا. طب بطلوا غلبه بقى ويلا اوريكوا بقيه المعسكر عشان انتوا هتيجوا هنا اسمعوا مني. يلا يلا يا باشا. معلش.
الاقوات كده تمام وجاهزين للتحرك. على بركه الله. شوية عشان نعدي المنطقة الخطر دي. اتصلت يا باشا. شاهد يا اسلام. يلا باشا ننزل نتعامل. شاهد يا اسلام. اتحرك بالشربة السليمة من ورا عشان نفتح الطريق.
ايه فاكره خاين زيك؟ انا بقى ضابط واسم احمد شوش. قتلت بضراوة. احنا لو قعدنا كثير هكا يصطادونا. اخلي اخلي عمليات مركزي عمليات مركزي. أنا النقيب رامي. عمليات مركزي عمليات مركزي. فندم انا مش هينفع اقعد هنا دلوقتي، انا عايز اطلع الواحات. ما بقاش في حاجه تتعمل هناك يا زكريا. حقهم يا فندم. وقت اتحركت والجيش بيمشط المنطقه، انا لازم اكون مع القوات دي هناك بعد اذنك. ملوش لازمه يا زكريا. مال ايه ليه لازمه سيادتك؟ ان افضل قاعد هنا في مكتبي ولا اني اروح؟ طب اروح ازاي يا فندم وانا كل زمايلي استشهدوا، مش واحد ولا اتنين؟ انا مش عارف اتصرف ازاي. اهليهم عارفوا؟ ايوه عارف. روح المستشفى شوف النقيب رامي ايه اللي حصل بالظبط. اوامر فندم. اللي احنا نعرفه لحد دلوقتي ولسه هنشوف اللي حصل، بس كمية السلاح دي لو كانت نزلت القاهرة كان الدم هيبقى في كل حتة. الله يرحمه. عاشوا شايلين الهم وماتوا رجالة، بس موتهم فدى ناس كتير جدا. أحيانا منع الشر بيبقى ليه تمن غالي جدا، ومفيش أغلى من الروح. تعرف يا رامز، أنا حضرت كل أفراحهم وشلت عيالهم، دول كانوا ولادي. أنا راح مني رجالة كلهم أحسن من بعض، بس الشهادة بتختار صاحبها. أول مرة أتكلم كتير قوي كده، ظاهر إنه الأول مرة يبقى اللي جوايا أصعب من إني أكتمه. الله يرحمهم، ماتوا أبطال، ربنا يجمعنا بيهم على خير. اتفضل أنت يا رئيس. الباقي في حياتك فن.
ما ينفعش والله كده هيجرى لك حاجة. طب ممكن ترد عليا؟ طيب انا عارفه انت حاسس بايه. لازم تتكلم يا زكريا، ما ينفعش تعمل في نفسك كده، حرام عليك نفسك يا حبيبي. انا رايح الجنازه. انا مش عارف اروح جنازه مين فيهم. انا دي أكدت وزارة الداخلية المصرية قتل قيادين إرهابي قاد المجموعة التي قتلت 16 شرطياً على طريق الواحات بضربات شنتها القوات الجوية. وأشارت الوزارة إلى أن القيادي المقتول كان ضابطاً سابقاً بالجيش المصري، وأن المجموعة الإرهابية التي نفذت الهجوم تم تشكيلها في مدينة درنة الليبية. مالك يا عسكري واقف كده ليه؟ ما تشد نفسك شويه. تمام يا فندم. عربيه التعيينات جابت الفطار ولا لسه؟ لسه يا فندم، ما وصلتش. انت بقالك قد ايه على تغيير خدمتك؟ حوالي ساعه يا فندم. شد نفسك كده وانا هجيب لك شويه ميه. اضرب كل ناحية الساعة 2. اضرب في اتجاه الساعة 10. اثبتوا يا رجاله. الضرب علينا من كل اتجاه. عقب وعلي انسحب للعربيات. انسحب انسحب. اثبتوا يا رجاله. محدش قرب من الكمين طول ما فينا واحد حي. النهارده نجحت قوات الشرطه في التصدي لمجموعه ارهابيه هاجمت. اسمعوني يا اخوه،
الأرض دي بقت أرضنا، سينا كلها بقت بتاعتنا. سننتصر قريبا وسنحرق بيوت الطواغيت وسنقطع أوصالهم. والله لنثأرنا، والله لنثأرنا، والله لنثأرنا. وجهت القوات الجوية ضربة جديدة استهدفت بؤرة إرهابية شديدة الخطورة تستخدم كقاعدة لانطلاق العناصر التكفيرية وتخزين الأسلحة والعبوات. Thank you.
بتضرب عليا يا ار بي جي. خليك تجيز الساعه ما تجيبوش مفتاحك. دك الكمين يا سمير، غرب من السمير. على طول طلاقه طلاقه لا تضرب دي طلاقه لا تضرب ودي عم يتحرك لك على فكره الضغط بس عليه الطلاقه الطاقه. انا بيني وبين اللي على 40 متر يا منزلاوي، بيني وبين اللي على 40 متر وذاكرتي خلصت يا منزلاوي. بابا 15 هيضرب باتجاه، اضرب اي حته في المنطقه الجبليه بلاش اتجاه كبير عشان ما وقعش حد معاك. خلنا مع بعض نرسل. وبعدين علي، انا عامل الخروجه دي مخصوص عشان اخرجك انت. ما انا كويس يا زكريا اهو، في ايه؟ لا انت مش كويس، وعارف ان الموضوع مش سهل، خصوصا ان موت عمر جاي بعد موت شوشه بفتره قليله. انا حاسس بيك جدا، متنساش انا كمان فقدت ناس قد كده، الناس زمايلي واصحابي. حرب، واي حرب ليها خسائر علي، بس اللي بيهون علينا انهم ماتوا رجاله. الحاجه الوحيده اللي في ايدينا يا ابني اننا ندعي لهم ونقول ان ربنا يجمعنا معاهم على الف خير، ولربنا سبحانه وتعالى نولنا الشهاده نقولها واحنا سيرتنا زيهم. عندك حق، انا مبقولش انسى، ازعل ازعل على اصحابك، بس لازم تقف على رجلك بسرعه على الاقل عشان تعرف تجيب حقهم يا اخي. ان شاء الله. روحت امبارح انا وسمير نزور اهل عمر، كان موصينا دايما نسال على مامته. جدعان، ربنا يصبرهم ويصبر كل اهل الشهداء. معرفتوش ايه موضوع العصافير اللي كان موصيكوا عليه ده؟ عرفنا، ما كانش مربي عصافير ولا حاجه، بس بعد ما استشهد رحت قلبت الدنيا على العصافير دي، ما لقيتش حاجه. بس دار ايتام كلمت مامته وسالوا عليه، لما عرفوا ان هو استشهد قالوا لها ان هو كان متكفل بتلات بنات في الدار، ففهمنا ان دول التلات عصافير اللي كان موصينا عليه، بس ما كانش عايز يقول. ربنا يرحمه، بنات دي ما ينفعش تعرف ان هو استشهد، ولازم نتكفل بيهم لحد ما يتجوزوا. انا معاكوا في الموضوع ده. والدته مش عايزه اي حد يشارك في الموضوع ده، بس اتفقنا انا وسمير ان احنا هنتكفل باطفال تانيين في نفس الدار برضو. اي خير تقابله في طريقك علي اعمله، واديك شفت هي دي الحاجه الوحيده اللي بتفضل. ازيك يا استاذ محمد، نورت القطاع. نور بيكو يا باشا. اتفضل اتفضل، تشرب يا استاذ محمد. شكرا يا باشا شكرا. انا بس ممكن اعرف انا هنا ليه؟ مش كل اللي بيجي هنا بيبقى عامل حاجة، انا بس حبيت اقابلك بنفسي عشان عزيك في بنتك وقولك ان احنا جبنا حقك من اللي عملوا كده. حق ايه؟ من مين يا باشا؟ من اللي حطوا العبوة في الطريق وتسببت في موت بنتك استاذ محمد. ماشي يا باشا ماشي. استنى بس، استنى، رايح فين؟ ماشي يا باشا، مش سيادتك عملت الواجب وعزيتني ببنتي؟ طب اقعد من فضلك، اقعد. انا مقدر جدا اللي حاسس بيه، بس انا كنت متخيل ان ممكن ترتاح لما اقولك اننا جبنا حقك. هو يعني رجوع الحق بيعوض اللي راح؟ هيرجع لي بنتي اللي ماتت، ولا هيرجع لي ضحكتها تاني نسمعها في البيت، ولا هيخلي امها اللي بتعيط كل ليله قبل ما تنام تبطل عياط؟ لا مش هيرجع، بس ممكن بس يطفي ناركم شوية. لو عرفتم من اللي عمل كده هيتجاب ويتحاسب. اللي عمله ما فيش حساب هيعوضه. انت عندك ولاد يا باشا؟ بنات. ربنا يخليهم لك. عارف احلى احساس بتحسه البنت وهي مع ابوها ايه؟ الأمان. يوميها كانت بنتي
ماسكة ايدي وماشيين في الشارع مبسوطة وفرحانة لحد ما حصل اللي حصل. ساعات بقعد الوم نفسي واقول ما كنتش انا مديتهاش الامان، ما حضنتهاش وفادتها بروحي. بس انا اتفاجئت باللي حصل. كنت رايح السجل المدني، اصل احنا عيلة ملهاش علاقة خالص بالاقسام، احنا هي بنطلع شهادة وفاة، هي بنطلع شهادة ميلاد، احنا ناس عاديين ماشيين جنب الحيطة، لحد الحيطة ما وقعت علينا وموتت بنتي وهي ملهاش ذنب. دي حرب، حرب مفيهاش حياد، لان الحرب بتطول الكل. انا ابو حاسس بيك جدا وعارف ان مفيش حاجه تعوض الضنا، لان مفيش اغلى منه. ربنا يصبركم. انا كل اللي عايزك تتاكد من استاذ محمد ان عمل كده هيدفع ثمن ده غالي جدا جدا. ماشي انا اتشرفت يا استاذ محمد. شكرا. السلام عليكم. سيادة عقيد، يا ريت تستعرض المعلومات اللي عندك. ظبطنا عصر مصلح سيادتك، لقينا في بيته مواتير ولعب اطفال كتير ومقاومات. بالتحقيق قدرنا نتوصل المقاومات دي عشان تطوير طيارات الدرون عشان تشيل عبوات متفجره. العنصر بيتعامل مع عنصر تاني عن طريق تليجرام، فكنا محتاجين من سيادتكم نحدد المعرف اللي بره وبطاقه وجوده، بس عنصر الوقت مش في صالحنا سيد سيف. متقلقش يا زكريا بيه، احنا اول لما اللواء حسين بلغنا استدعينا افضل الضباط المتخصصين. المعرف بعت لتليفون العنصر ان العمليه في الاستاد. طب الاستاد النهارده مليان على الاخر، ده غير الفرق التانيه والوفود اللي جايه معاهم مالي الاوتيلات والشوارع. احنا مقدرين حساسيه الموقف. واضح في الفتره الاخيره ان الجماعه بدات ترفع سقف عملياتها. اكيد يا فندم، عشان تثبت تواجدها بعد الضربات الامنيه الاخيره اللي توجهت عليها، ده غير ان هم حاسين الفتره الاخيره معظم عملياتهم فشلت، وده مخليهم عايزين يعملوا عمليات كبيره ومن غير اي حسابات. سيادتك طبيعي لازم يبينوا للي مشغلينهم ان هم لسه على الارض عشان التمويل ما يتقطعش، وما ياكلوا عيش منين. سقف ده يتهد على دماغهم سعادتك، وبعدين التنسيق ما بيننا الفتره الاخيره محقق نتائج كويسه جدا، ودينا جبنا هشام عشماوي. الناس دي لو في اخر الدنيا ايدينا طايلاهم. ان شاء الله عمرهم ما هيكسروا فرحتنا، واللي سطر اللي فات يستر اللي جاي. اقعد هنا. منتخب عاوز تموت مو صلاح؟ انت عارف ده بكام؟ حتى اللي مشغلينك كانوا هيزعلوا. بنعدي الايام دي على خير يا اخي، ده انت ما شفتنيش وانا مروح بقى، بيقلعوني مالط عشان ادخل البيت. ومين سمعك؟ نفس النظام عندي والله، حتى عم عادل ما بقتش عارف اروح له، خايف اجيب له الفيروس ولا بتاع، وراجل كبير في السن. ربنا معاه، ده انت لسه ما دخلتش في التعليم الاونلاين والاوفلاين. الحمد لله الواد عندي لسه في كي جي 1. الواد نزل. توكلنا على الله. توكلنا على الله.
الحساب بينا ابتدى والحق جاي خلاص. فاكرينها عدت واتنسيت وان اللي راح ورخاص. جبنا بجحور والموت حضر قلب الكلام لرصاص. زلزل ودمر حلمكم هد الكحور عالراس. الله اكبر علي بقى على كل حد جبان. رجال جابوا الحق كانوا نار ولا البركان. قالوا علينا ان احنا اضعف منهم لكن شافوا الاسود زي الوحوش وقت الغضب بتاعنا.